يا من ولف الأمر ختيار وموفق في كل شوق عمري الوثبة عمار يا من تلقى في الجنة نور عمري الوثبة عمار يا من تلقى في الجنة إذا تواصل أيضا مستمر متابعينا الكرام، وأيضا التحديات تتواصل هنا مشاهدينا الأعزاء من هذا الميدان، ميدان لوكا لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. ننطلق مع شوطنا العاشر والأخير وجولتنا العاشرة والأخيرة هنا مع هذه الأسماء، مع الأبكار المهجنات على صايل هنا 5 كيلومترات هي مسافتنا المقررة لهذا السن. صدارة هذا الشوط والمركز الأول هنا مشاهدينا الأعزاء شعار حمد بن سالم بثعلوب الدرع يقدم لنا ثمينه على الصداره الاولى، بينما ثاني الاسماء هناك خواطر وسلطان بن محمد بن مسفر بالقوبه عياتي في هذه اللحظات مع خواطر، بينما ايضا ثالث الاسماء مرموقه وعلي بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالياتي في هذه اللحظات ايضا هنا من خلال تواصل مرموقه على ثالث الاسماء، بينما رابع الاسماء المركز الرابع هنا مشاهد الأعزاء أيضا نجوى وسهيل بن رملي بن محمد العامري يقدم لنا نجوى في هذا المسار على رابع الأسماء، بينما خامس الأسماء هناك التواصل في هذه اللحظات من الظبي وحمد بن محمد بن حمود بن علي الجحافي يقدم لنا الظبي هنا من خلال هذا التواصل على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء التواصل في هذه اللحظات هناك من العنود لمحمد بن مسفر بالقوبع المنصوري ياتي في هذه اللحظات على سادس الاسماء، بينما سابع الاسماء هناك التواصل من الشهامه وسالم بن حمد بن عبد الله على عفاري هنا يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذه الانطلاقه وهذا التحدي وهذه المنافسه، بينما هناك الوصول على ايضا سابع الاسماء والتواصل في هذه اللحظات او ثامن الاسماء هناك المركز الثامن مدينه لمحمد علي بن سعيد بن حمود الدرع يتقدم مع مدينة على ثامن الأسماء، تاسع الأسماء هناك التواصل في هذه اللحظات من الشامخة وعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرع يتقدم في هذه اللحظات على المركز التاسع، عاشر الأسماء القدوم في هذه اللحظة والتواصل هنا من تكريم لمسلم بن صالح بن طرشوم العامري. هذه النتيجة للعشرة الأسماء، أو هناك نعم بالفعل منحاف لمحنة بن محمد بن محنة بالويع العامري. هذه النتيجة للعشرة الأسماء. عودة إلى مقدمة الشوط. وجه سامي للغرام في كل عام الصدور من المعازيب الكبار لطيبهم دمهم خبور خليفه الميله وقار لشعبه بحكمه فخور ابو خالد اللي له يشار لا من حضركم ولا حضور الهجر عندما تجار لا ينحق الموروث جار بشراق من نقوة حرار اكرم موسى عالصدور منصور لي في الامر ثار يحل عسرة الامور لا من عزم في الامر صار كفو على الشدة الجسور سلطان نعم المستشار شيخ وله فرق غدور يا من وفي الامر ختيار وموفق
إذن عودة إلى الصدارة، عودة متابعين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، ومرموقة من تحت الصدارة، وعلي بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي هنا يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا المسار، بينما ثاني الأسماء ثمينة لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي هنا يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة الأولى على المركز الأول، بينما ثاني الثالث الأسماء هناك التواصل في هذه اللحظات من نجوى وسهيل بن رملي بن محمد العامري يتواصل في هذه اللحظات مع نجوى من خلال هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة بين مدينة قادمة في هذه اللحظات، قادمة مدينة لمحمد علي بن سعيد بن حمود الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على أيضا رابع الأسماء، بينما المركز الخامس يتواصل هنا شعار المنصوري يتقدم سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع يتقدم مع خواطر في هذا المسار وهذا الاندفاع أيضا متابعي الكرام على خامس الأسماء، بينما هناك الدخول في هذه اللحظات والتواصل من الشهامة وسالم بن حمد بن عبد الله العفاري هنا قادم في هذه اللحظات هنا متابعين الكرام من خلال تحدياته ومنافساته، بينما هناك أيضا يتقدم مع العنود ياتي محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يقدم اسمين رائعين في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة، بينما هناك الدخول من الشامخة لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتواصل في هذه اللحظة يتقدم من خلال هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة ما شاء الله على تاسع الأسماء، بينما هنا عاشر الأسماء يأتي في هذه اللحظات يتقدم متابعين الأعزاء، هناك حمد بن محمد بن حمود بن علي الجحافي يأتي في هذه اللحظات، ولكن هناك أيضا الصدارة القيادة متابعين الكرام والمركز الأول من خلال هذا المسار وهذا التحدي تحدي ما شاء الله تبارك الرحمن، تحديات منافسات قوة وإثارة مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات الرائعة والجميلة، ولكن هناك الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن القيادة الأولى من خلال هذا المسار، هناك مدينة محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي هنا يقدم مدينة على الصدارة، مدينة مع المركز الأول ما شاء الله إبداع انطلاق ولا أروع مع هذا المسار مع هذا التحدي، العصا في الابطان الأداء تلقائي هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، هذه مدينة من نواميس، مدينة من انتصارات، هنا تقدم هذه العروض هذه الانطلاقة ما شاء الله على الصدارة، محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي هنا يتقدم بأداء رائع بأداء تلقائي هنا على الصدارة ما شاء الله، يقترب من خط النهاية يقترب من الناموس، سلام سلام مدينة سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ولحظة الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول من نجوى سهيل برملي بن محمد العامري، ثالث الأسماء كانت هناك مهابة وخليفة بن حميد بن محمد المشيخي أتى مع المركز الثالث، عودتنا بالتاني والناموس لمالك مدينة محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي، التوقيت الزمني كان أيضا هناك مشاهدينا الأعزاء 7 دقائق 57 ثانية 12 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.